سؤال، ما معنى أننا قد تم العفو عنا من العقوبة أو عوفينا؟ تفسير المتبررين مدينا بالنعمة. هو حكاية متبررين مجانا بالنعمة المقصود بها الفداء الذي على الصليب، ولذلك المتبررين مجانا بالنعمة بالفداء. لعشان ايه الفداء؟ فالفداء ادانا تبرير من الخطية الاصلية التي وقعنا فيها، وننال هذا التبرير حينما نعمد، لأنه بيقول من آمن واعتمد خلص، ده برقص 16-16، بس المؤلف لا يؤمن به لأن هو تفسير الإنجيل مرقص وصل لمرقص 16 آية 8 والباقي الضميري ما يساعدنيش، لكتبها التلميذ من تلميذ ماري مرقص. معلش يجي في حتة تانية. فعمل 2:38، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لما يغفران للخطايا. فدية اللي متبررين مجانا بالنعمة، لكن هذا التبرير بالنعمة، التبرير المجاني بالنعمة له شروط معينة، اللي هو التوبة والمعمودية وعمل الروحي، السلوك الروحي يعني. دي متبررين مجانا بالنعمة، يعني عملية الفداء اللي على الصليب دي كانت مجانا، لكن مجانا بالنسبة لوفاء الثمن، لكن بالنسبة للشروط ليها شروط، بدليل ان المسيح مات على الصليب ولم يتبرر يهوذا ولم يتبرر بيلاطس ولم يتبرر حنان وخيافة ولم يتبرر الذين قالوا دمه علينا وعلى اولادنا، ما تبرروش، فيش